نخلة جميرة بالم جميرة في أي سنة اكتمل بناها ومن كم جزء تم تصميمها وشنو أهم المعالم اللي بيها؟ تعالوا نتعرف على إجابات هاي الأسئلة وياكم حسن فؤاد وحدة تحية من برنامج دبي على الخارطة. نخلة جميرة وهي عبارة عن جزيرة صناعية تقع على امتداد ساحل الخليج العربي، وهي معروفة على نطاق عالمي. بدأت عملية تطويرها عام 2001 واستغرق إنشائها 6 سنوات، حيث تعتبر جزيرة النخلة دبي جزء من مشروع مكون من 3 جزر يتضمن نخلة جميرة ونخلة جبل علي ونخلة ديرة. تتميز هاي الجزيرة بتصميمها الذي يتخذ شكل نخلة مكونة من 3 أجزاء، وهي الجذع، الهلال والسعفات. تضم العديد من المعالم بدءا من فنادق نخلة جميرة العالمية والوحدات السكنية الراقية وصولا إلى المناظر الطبيعية الخلابة والموانئ. أبرز معالمها هي منتجع أتلانتس النخلة وذا بوينت نخلة جميرة وحديقة الاتحاد والنخيل مول. توجد في نخلة جميرة مجموعة من أغلى الشقق والفلل في دبي، حيث تتجاوز أسعارها 10 ملايين. وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونحب أن نذكركم أن هذا البرنامج برعاية حسن هومس الاستشارات العقارية. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار يخص العقارات السكنية والتجارية، فلا تترددون أن تتصلون بنا على حساباتنا الموجودة على الشاشة، وبالتأكيد مستمرين وياكم في حلقات جديدة عن مختلف مناطق دبي. اشتركوا بالقناة وتابعونا، ونشوفكم على خير.